عام 1969 كجزء من المشروع ماجنت، قامت وكالة المخابرات المركزية التابعة للحكومة الأمريكية بتعيين الشذوذ المغناطيسي والجاذبية في شمال القارة الإفريقية. لكن المهمة الرئيسية كانت إجراء استطلاع جوي لتكوين جيولوجي مشبوه في الصحراء، هيكل ريشارد. لا يزال علماء الجيولوجيا يناقشون ما يمكن أن يكون قد أوجد مثل هذا النمط المثالي على سطح الكوكب. تدعي وكالة المخابرات المركزية أنه لم يتم العثور على أي شذوذ على كوكبنا، ويبدو أن هذا الارتياح ناتج عن الطبيعة عن طريق الخطأ. في الوقت نفسه لا تزال أجهزة الاستخبارات تخفي نتائج استطلاع الهيكل عن الناس. إذن لماذا صنفت وكالة المخابرات المركزية ما تم العثور عليه تحت الصحراء الكبرى؟ إذا تجول الناس في الصحراء القاربة في بلدة وادان الصحراوية الصغيرة في موريتانيا، فلن يروا شيئا رائعا هناك، فقط الرمل والحجارة. تم اكتشاف اللغز الرئيسي لهذه المنطقة بالصدفة فقط في عام 1965. في ذلك الوقت كانت ناسا تنفذ مهمة الفضاء جيميني 4. كان على رائد فضاء أمريكي الذهاب إلى الفضاء الخارجي لأول مرة في التاريخ. لكن حدثا مثيرا بنفس القدر حدث قبل أن تصل السفينة إلى وجهتها. بالنظر إلى كوكبنا من الفتحات لاحظ طاقم السفينة أنماطا دائرية غريبة في الصحراء الإفريقية. هكذا تم التقاط الصور الأولى لهيكل ريشارد. بعد هذا الاكتشاف ذهب العديد من الباحثين للدراسة. هذا الفضول الجيولوجي قطر ريشارد الذي يبلغ 50 كيلومترا محيرا جدا، يشبه شكله إلى حد ما البقعة الحمراء العظيمة لكوكب المشتري. ولكن على عكس المشتري ينقسم الهيكل إلى حلقات متحدة المركز محددة بوضوح. هذه دوائر شبه كاملة من الصخور والحجر الرملي. أظهرت الدراسات الجيولوجية أن الصخور القديمة تتركز في وسط هذا الشذوذ، بينما توجد الصخور الرسوبية والأصغر سنا في الحلقات والتلال الخارجية. أقدم خاتم يقدر بحوالي 600 مليون سنة. يعتبر السكان المحليون هذه العلامة على كوكبنا مظهرا إلهيا، يسمونها عين الله، لذلك يسمون الهيكل عين الصحراء. في الوقت نفسه يحاول العلماء والجيولوجيون فهم كيفية تشكل معجزة الطبيعة هذه من وجهة نظر علمية. وحتى الآن هناك 3 معسكرات بحثية بفرضيات مختلفة. يعتقد ممثل المعسكر الأول أن الهيكل الدائري هو فوهة ارتطام ناتجة عن نيزك قد يكون ضرب كوكبنا منذ سنوات عديدة. لكن هذه الفرضية لها عيب كبير، فالتشكيل يكون مسطحا تماما تقريبا، وهو أمر غير معهود في فوهة الارتطام. يدعي أتباع النسخة الثانية أن عين الصحراء بقايا بركان قديم. قبل 100 مليون سنة كان هناك انفصال بين بانجيا، وهي شبه قارة كانت قد وحدت في السابق كل أراضي كوكبنا تقريبا. في عملية التحولات التكتونية في القارة الإفريقية المشكلة حديثا، ارتفعت الصخور المصهرة وشكلت قبة. على مدى ملايين السنين التالية تعرضت أسطح الكوكب للتعرية، ومع انحسار القبة تركت حواف دائرية وراءها، لأن أنواع الصخور المختلفة بداخلها تجوأت بسرعات مختلفة. لكن هذا الافتراض يمكن دحضه أيضا. بعد كل شيء لم يتم العثور على صخور بركانية هناك. علاوة على ذلك لم يأخذ كلا الإصدارين بعين الاعتبار حقيقة مثيرة للاهتمام. قبل 5000 سنة كانت الصحراء الكبرى تحت الماء. بالنظر إلى بيئتها القاحلة الحالية من الصعب تصديق ذلك. ربما أخذ ممثلو المعسكر الثالث هذا في الحسبان، أليس كذلك؟ لا، نسختهم هي الأكثر روعة، لأنه تم تقديمها من قبل أخصائي طب العيون. يعتقدون أن الصحراء كانت مطارا تم بناؤه من قبل الفضائيين لمركبتهم الفضائية. من المؤكد أن هذه النظرية تبدو مجنونة، ولكن ليس بالجنون مثل تصرفات وكالة المخابرات المركزية الغريبة فيما يتعلق بأبحاث هيكل ريشارد. بعد نصف قرن فقط أصبحت ملفات المخابرات المركزية المصنفة مسبقا لمشروع ماجنت متاحة للناس بطريقة ما. لكن في الوقت نفسه فأن التقرير عن شذوذ عين الصحراء يتكون من صفحة واحدة فقط وبعض الأسطر المخفية جنبا إلى جنب مع التقرير. صنفت وكالة المخابرات المركزية كتاب قصة آدم وحواء، والذي كتبه الموظف السابق تشان توماس، واحتفظ بعض الناس بنسخة إلكترونية. جعل هذا أنه من الممكن معرفة أن هذا الكتاب يأخذ في الاعتبار وجهة النظر الغريبة المختلفة حول تاريخ كوكبنا، بما في ذلك وصف الفيضانات العالمية، وزعم أن أحدهم دمر مدينة بأكملها في الصحراء والتي كانت محاطة بالمياه في ذلك الوقت.
تم بناء تلك المدينة على شكل حلقات تمتد إلى الخارج. يذكر الكتاب أن المستوطنة تم إنشاؤها من قبل أشخاص أقوياء ومحبين للحرب وأذكياء، وكانت تلك المدينة تسمى أتلانتس. تم تصوير أتلانتس في العديد من الأفلام الخيالية رسوما وألعابا كمدينة خرافية أسطورية تحت الماء مع سكان الخارقين. في الواقع هناك الكثير من الأدلة على وجود المدينة بالفعل، لكن ربما لم نكن نعرف عنها أبدا، لأن المعلومات الأولى عن أتلانتس ظهرت منذ 2300 عام في وقت لم يكن فيه نقل المعلومات والحفاظ عليها أمرا سهلا كما هو الآن. كاهن مصري واحد شارك معرفته حول أتلانتس مع الشاعر الأثيني سولون، الذي تحدث بدوره عن المدينة إلى الفيلسوف اليوناني القديم كريتياس. ولحسن الحظ سجل حفيده كل التفاصيل في الكتابة، وكان هذا الحفيد أحد أهم الأشخاص تأثيرا في تاريخ البشرية، شخصية رئيسية في الفلسفة اليونانية والغربية القديمة أفلاطون. قد جمع كل الحقائق المحفوظة عن أتلانتس في أطروحاته تم تدوينها عام 360 قبل الميلاد، لكن فقد تم إخبار أفلاطون بتاريخ السنوات الأخيرة فقط من وجود أتلانتس، ولم يكن يعرف شيئا عن كيفية تشكيلها. يتم حفظ هذه المعلومات فقط في الأساطير. يقولون أن بوسيدون إله البحر اليوناني أتى مرة إلى أتلانتس وقد تنقل حول العالم ليجد أكبر جزيرة. لم تصبح أتلانتس فقط ما يحتاجه تحديدا، ولكن هنا وجد شيئا آخر، حبه الحقيقي. فتاة تدعى كليتو كانت جميلة جدا لدرجة أن بوسيدون كان قلقا أن يراها شخصا آخر ويقع في حبها ويأخذها منه. لذا فأن هذا الإله بنى قصرا وأحاطه بثلاث خنادق دائرية بعرض متزايد. بعد ذلك رزق بوسيدون وكليتو بعشرة أطفال وسمى أحدهم أطلس، والذي أصبح ملك أتلانتس، وقد سمي المحيط الأطلسي باسمه. كان جميع سكان أتلانتس أنصاف آلهة، ولم يكن هناك نظيرا لهم في العالم. رغم أننا نعلم جميعا أن الأساطير في الغالب خيالية، إلا أن بعض الفروق الدقيقة في هذه القصة تتوافق مع الواقع. وفقا لأفلاطون كانت الجزيرة والتي تقع فيها أتلانتس هائلة حقا، تقدر بحجم أيسلندا اليوم. كما كانت المباني في المدينة مرتبة في حلقات متحدة المركز. في الوسط كان هناك معبد مقدس مخصص لكليتو وبوسيدون محاطا بجدار من الذهب. وفقا لأفلاطون فإن براعة الأطلانتيون ساعدتهم على إنشاء نظام دفاع معقد يحمي المستوطنة. لقد حفروا قناة كبيرة في البحر وبنوا جسورا والتي أدت إلى أجزاء مختلفة من الجزيرة، وبجانب الجسور حفروا أنفاقا في حلقات الصخر. كان كل ممر إلى المدينة محروسا ببوابات وأبراج، وكان هناك سور محيط بكل حلقة من حلقات المدينة. شيدت الجدران من صخور حمراء وبيضاء وسوداء مستخرجة من الخنادق ومغطاة بالنحاس والقصدير ومعدن ثمين يسمى أوريكالاكوم. استبعد هذا عمليا أي إمكانية للأعداء لمهاجمة المدينة التي كانت غنية جدا. أشار أفلاطون إلى أن الناس في أتلانتس كانوا محظوظين في زراعة طعامهم، لأن الأرض كانت خصبة جدا، كانت موطنا للحيوانات الأليفة المختلفة، الأغنام والماعز والخيول والثيران وحتى الأفيال. لم تكن أتلانتس بحاجة حتى إلى إقامة علاقات تجارية مع القوى الأخرى، حيث كانت مكتفية ذاتيا تماما. كان الحكم ديمقراطيا داخل أسوار المدينة، تبدو إلى حد كبير مثل المدينة الأسطورية يوتوبيا كاميرون بانادورا المحبة للسلام. ورغم من أن سكان هذه المستوطنة الفاضلة كانوا يتمتعون بجميع المزايا الضرورية، إلا أن هذا لم يعد كافيا بالنسبة لهم. في مرحلة ما غزا الأطلانتيون أجزاء من ليبيا، ثم إلى داخل أركان هرقل وحتى مصر والقارة الأوروبية، ثم إلى تيرينيا وأراضي إيطاليا الحديثة، إلى أن بدأ الأثينيون في استعادة الأراضي وتحرير الناس الذين تعرضوا للعبودية من قبل الأطلانتيين. كانت تلك معارك صعبة، حيث كان الأطلانتيون يمتلكون قوة بدنية كبيرة ومعرفة واسعة بالعلوم، مما ساعدهم على تطوير استراتيجية ماكرة وابتكار أسلحة فريدة من نوعها. بعد كل شيء انتصر الأثينيون في نهاية المطاف، لكن فهذا ليس سبب اختفاء أتلانتس. تقول الأساطير أن الآلهة تراقب عن كثب هذه المعارك. لم يعجب زيوس أن الأطلانتيون أصبحوا جشعين، لهذا قرر معاقبتهم بطريقته الخاصة عن طريق إغراق المدينة مع سكانها.
بطب هناك كارثة طبيعية حقيقية وراء هذه الأسطورة. في قصة آدم وحواء لشان توماس هناك سطورا تتعلق بما قاله الكاهن المصريون لسونون عن الكارثة التي دفنت أتلانتس. يقول النص أنه في ذلك الوقت اجتاحت الرياح والمحيطات السطح وأغرقت كل شيء من حولها. ومنذ حوالي 11 ألف سنة ونصف تمت تغطية قارات بأكملها بعمود مائي يبلغ عدة كيلومترات. في الواقع تظهر الإحصائيات أنه في العصور القديمة كانت موجة تسونامي أعلى بكثير وأكثر قوة من الموجة القاتلة في العصر الحديث. لذا فمن الممكن تماما أنه قبل 11 ألف عام كان من الممكن أن تسونامي جرف أتلانتس في لحظة. إذا كانت موجودة بالفعل فقد فقدت أثار المدينة إلى الأبد. لكن هل يمكن أن تكون عين الصحراء وراء حل هذا اللوس؟ تكمن صعوبة كاملة للعثور على أتلانتس في حقيقة أن أطروحة أفلاطون مبنية على قصصات من البيانات. يعطينا الفيلسوف دليلا واحدا فقط، كانت المدينة تقع وراء أركان هرقل. كانت العبارة المطبقة في العصور القديمة على مضيق جبل طارق أي صخور جبل طارق وسبتة. لكن الحقيقة وهي أن ما وراء المضيق يكمن العالم كله، ويمكن أن تكون أتلانتس في أي مكان. بعد سنوات عديدة من البحث نظرا لتطور العلوم والتكنولوجيا، يمكن للباحثين تضييق نطاق قائمة المرشحين لدور الأراضي السابقة للدولة الجزيرة. يشمل هذا أنتاركتيكا وجزر الأزور ومستنقعات حديقة دون أنا في جنوب إسبانيا. لكن هيكل ريشارد هو الوحيد الذي يمتلك الدليل الأكثر واقعية على وجود مدينة محاطة بالمياه. أول ما يلفت انتباهك هو بالطبع أنماط ريشارد، وهي مقسمة إلى نفس عدد حلقات أتلانتس. بالإضافة إلى ذلك تم العثور على بقايا الملح بالقرب من هيكل ريشارد. هذا يدل على أن الأخير عمره 12 ألف سنة كان يوجد هناك مياه المحيطات. علاوة على ذلك تم العثور على بقايا الحيتان والأسماك والسلاحف والتماسيح وخرفان البحر القديمة في هذه الصحراء. لكن المتشككين لا يأخذون هذا الدليل الواضح على محمل الجد. لقد حيرتهم حقيقة أن حلقات هيكل ريشارد مكسورة، لذلك ليس من الواضح كم منها مملوءا بالماء إن وجد. إلى جانب ذلك لا يوجد دليل على مرور قناة عبر الحلقات التي ذكرها أفلاطون. ولكن من حيث الحجم كل هذا يناسب أيضا. من المفترض أن أتلانتس امتدت لأربعة وعشرون كيلومترا والذي يتزامن مع جزء من ريشارد. لكنهم حاولوا أيضا دحض هذه الحقيقة بدعوى أن الحسابات يجب أن تغطي كامل أراضي عين الصحراء، ويصل قطر الهيكل مع الحلقات الخارجية إلى 40 كيلومترا. من المهم أيضا ملاحظة أن أطلس الذي يزعم أنه ابن بوسيدون كان يعتبر ملك أتلانتس. وإذا أسقطنا الافتراض حول الأصل الإلهي فأنه يطابق تماما اسم أول ملك لموريتانيا الذي بدأ نفس الشيء. بالإضافة إلى ذلك يطل هيكل ريشارد على المحيط الأطلسي وجبال الأطلس في الشمال. بالطبع وجد المشككون شيئا يشكون فيه، يشيرون إلى نصوص أفلاطون حيث توصف هذه الدولة الفاضلة بالجزيرة. وعين الصحراء هي مجرد مساحة صغيرة في القارة الشاسعة، ولكن كما اتضح ربما كانت عين الصحراء جزيرة أيضا. منذ حوالي 7000 عام تم فصل شمال غرب إفريقيا بالكامل عن البر الرئيسي بواسطة نهر تيمراسنت الذي يتدفق من جبال الأطلس عبر الصحراء الكبرى الحالية إلى البحر في موريتانيا. دليل أساسي آخر ثبت أنه تم العثور على الهياكل العظمية للفيلة في موريتانيا. كما ترى كانت هذه الحيوانات منتشرة على نطاق واسع في أتلانتس. اليوم انقرضت هذه الحيوانات تماما في شمال إفريقيا، لكن فقد عاشت أفيال الأدغال الإفريقية في موريتانيا حتى القرن السادس. حجة قوية أخرى وهي أنه يمكن أن تكون الأحجار البيضاء والسوداء والحمراء موجودة في ودان بالقرب من هيكل ريشارد. بعد كل شيء وفقا لأطروحة أفلاطون فقد كانت مدينة أتلانتس تتباهى بمنازلها المصنوعة من نفس الحجارة. علاوة على ذلك ادعى الفيلسوف أن أتلانتس كانت غنية بالحديد والنحاس والذهب. تصدر موريتانيا اليوم نفس المعادن تحديدا، ويقترح العلماء أنه منذ سنوات عديدة شهدت إفريقيا حقا فيضانا هائل. تظهر صور الأقمار الصناعية لهيكل ريشارد الأماكن التي توجد فيها مياه الفيضانات. كانوا يندفعون عبر الصحراء باتجاه البحر، مما يعني أنه كان من الممكن أن تدمر المدينة بموجات عملاقة. لكن أحد الحجج الرئيسية
لصالح حقيقة أن أطلانتس تقع في الصحراء كانت خريطة الفيلسوف اليوناني القديم هيرودوت، والتي جمعت في عام 430 قبل الميلاد. ما عليك سوى إلقاء نظرة على كيفية توقيع المنطقة. هذه هي المعلومات الوحيدة الموثوقة بدقة حول موقع أطلانتس. في وقت لاحق اكتشف العلماء أن هيرودوت لم يقم أبدا بإنشاء أي خرائط. في الوقت نفسه لا يمكن تسمية هذه الخريطة بأنها خدعة كاملة، رغما من أن الخريطة أنشئت بعد آلاف السنين من وفاة هيرودوت، إلا أن المؤلف المجهول لا يزال يعتمد على عمل المؤرخ. لكن بعد دراسة أعمال هيرودوت بمزيد من التفصيل، لخص الباحثون إلى أنه أشار إلى سكان جبل الأطلس باسم الأطلانتيون، لكن الفيلسوف لم يذكر أطلانتس مطلقا. وهنا كنا سنستسلم إذا لم يتم العثور على خريطة أخرى بها أطلانتس. تم إنشاؤها من قبل الجغرافي الروماني بومبونيوس مايلا الذي عاش منذ 2000 عام. إن إلقاء نظرة فاحصة عليها يكشف أنه في الجزء الغربي من الصحراء، كتب بومبونيوس أطلانتي، وهي حقا مدينة وليست جبالا، لأنه في هذه الحالة سيكون النقش فوق الجبال ولكنه بجوارها مباشرة ومكتوبا بأحرف كبيرة مثل جميع المدن الأخرى. كل شيء حول القول أن الأنماط في الصحراء لم تظهر بالصدفة، هذه هي أثار أسلافنا، كل ما تبقى من الأشخاص الذين لقوا حتفهم في يوم واحد. لكن هل تصدق أنه لم ينجو أطلانتي واحد من الكارثة؟ تم إثبات حقيقة وجود مستوطنة كبيرة بالفعل في هيكل ريشارد من خلال آلاف من القطع الأثرية التي تم العثور عليها. كانت تلك رؤوس الأسهم والحراب والمجاديف وأسهم السفن وحتى شيئا يشبه لوحة تزلج. كل هذه القطع الأثرية يمكن أن تكون مفيدة لسكان أطلانتس المحاطة بالمياه. ومع ذلك تم العثور على العديد من هذه الأثار في أقصى المخافضات الخارجية لذلك الهيكل وهي غائبة في الأعماق. لكن هذا يثبت مجددا صحة أعمال أفلاطون الذي وصف أنه خارج أسوار المدينة كانت هناك ثكنات بها رماح تهدف إلى الدفاع عن أمن المستوطنة. ظهرت القرائن في البحث عن الأطلانتيون أنفسهم في نهاية القرن العشرين عندما أخرت المغرب بجدية في أعمال التنقيب في موقع ما قبل التاريخ تافورالات المعروف أيضا باسم كهف الحمام. قام العلماء بتحليل الحمض النووي لأكثر من 30 هيكلا عثر عليها في كهف المقبرة. كان الحمض النووي للإنسان القديم مشابها إلى حد ما للحمض النووي للصيادين الحديثين من قبيلة هادزا في شرق إفريقيا، لكن الحمض النووي لبقايا تافورولات ليس مطابقا تماما لأي من السكان الحاليين. هذا يعني أن الرفات يمكن أن تعود إلى الأشخاص الذين أعتادوا العيش في البر الرئيسي ولكنهم اختفوا بعد ذلك. مثلا الأطلانتيون تم العثور على آثارهم في أجزاء مختلفة من إفريقيا، حتى أن هناك افتراضا بأن الأهرامات المصرية مرتبطة بهم أيضا. تقول الأساطير أن الخيميائيون وعلماء الرياضيات في أطلانتس طوروا صيغة لتخزين الطاقة الكونية في بلورة، ولكن من أجل ذلك كان لابد من وضعها على قمة الهرم. يزعم أن الأطلانتيون يعتقدون أنه بمساعدة هذه الطاقة كان من الممكن علاج جميع أنواع الأمراض والعيش عمرا أطول، والذي لعله يصل إلى 800 سنة. يعتقد بعض الباحثين أن الأطلانتيون هم أولئك الذين يمكن أن يكون من ساعد المصريين في بناء الأهرامات ومصر القديمة، ويمكن أن تكون أحد مستعمرات أطلانتس. تقول الأساطير المصرية أن المصريين ينحدرون من الآلهة العظيمة الاثني عشر. كان لدى أطلانتس نفس عدد الآلهة بوسيدون وكليتو وأبنائهم العشرة. انظر إلى نظام الكتابة الهيروغليفية اكتشفت في مدينة أبيدوس المصرية القديمة. يراها العديد من الباحثين على أنها صور لشيء مثل طائرة هيليكوبتر وغواصة ومنطاد حديث. ومن المفترض أن حضارة الأطلانتيون فائقة التقدم كان من الممكن أن تمتلك مثل هذه التقنيات المبتكرة. تقول الأساطير أنه يمكن أن يصل طول الأطلانتيون إلى 6 أمتار وكانوا يمتلكون 6 أصابع في أيديهم. من المفترض أن ملامح وجه الأطلانتيون اختلفت أيضا عن الدول الأخرى. كان لديهم شفاها واسعة وأنوفا مسطحة وعيونا معبرة ضخمة. ماذا يعني هذا؟ ليس من قبيل المصادفة أن ذكرت بانادورا من الصور الرمزية لجيمس كاميرون. يبحث المخرج عن أطلانتس بنفس صعوبة أي عالم أو جيولوجي، وقد سكن كاميرون بانادورا مع العرق المثالي الذي لا يقهر والرحيل للغاية الذي يشبه إلى حد كبير الأطلانتيون. لذا من يدري، ربما
تمكن من معرفة ما حجبته وكالة المخابرات المركزية في النسخة المحررة من وثائق مشروع ماجنت. طالما ظلت البيانات مصنفة لعامة الناس، فلا يمكننا أن نكون متأكدين بنسبة 100% من أن هيكل ريشارد هو أنقاذ أتلانتس، لكنها لا تزال واحدة من أكثر الحالات الشاذة غموضا على هذا الكوكب، والتي جذبت اهتماما كبيرا من الباحثين لسنوات عديدة، وسيصل بعضهم بلا شك إلى الحقيقة قريبا جدا. ماذا تعتقد أنه يمكن أن يكون هيكل ريشارد إن لم يكن أتلانتس؟ شاركنا رأيك في التعليقات.